بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مع بداية الفصل الجديد هنبدأ في نستكمل اللي دخلناه في كالكولاس واحد. طبعا كالكولاس واحد احنا خلصنا فيه آخر اشي كان سيكشن 6-2، وكان نهاية عهدنا في كالكولاس واحد اللي هو شابتر 6، فكالكولاس 2 بيبدأ شابتر 7. شابتر 7 اللي هو عنوانه Transcendental Functions أو بسمونه الاقترانات المتسامية أو اقترانات غير جبرية. الاقترانات الجبرية زي ما قلنا زي كثيرات الحدود، اقترانات غير جبرية زي اقترانات المثلثية الساين والكوزاين، مش اقتران كثير الحدود، كمان زي الاقتران الأسي أو اللوغاريتمي، اللوغاريتمي العادي أو اللوغاريتمي الطبيعي والأسي والأسي الطبيعي، كل هذه اقترانات متسامية. نشوف مفهوم جديد أو مصطلح جديد، معلش اوكي، زي ما قلنا احنا في عندي مصطلح جديد اسمه الانفرس فانكشن، نبدا في شابتر 7 او سيكشن 7-1. الانفرس او معكوس الاقتران ومشتقاته، طبعا مش كل اقتران في له انفرس، زي ما قلنا في المصفوفات سابقا انه اذا كان محدد المصفوفه يساوي صفر فليس لها نظير ضربي، كنا نسميه النظير الضربي، وكنا نسميها مصفوفه منفرده، منفردة لأنها ماشي لحالها ملهاش مرافق له إلا لها نظير. فبرضو الاقترانات بيكون بعضها 1 to 1 أو بعضها إلها إنفرس والبعض الآخر ليس لها إنفرس، تمام؟ طيب مين من الاقترانات إلو 1 to مين من الاقترانات إلو إنفرس ومين ملوش؟ لو طلعنا على مخطط سهمي الاقترانين، لو كان عندي اقتران من X إلى Y نسميه F، الآن هذا الاقتران واضح أنه هذا اقتران صح؟ الآن هل لو عكست اتجاه الأسهم من الرينج بس، يعني حتى هدول العناصر اللي ما وصلهاش أسهم بدي أطنشها، اخذ عناصر الرينج فقط، لو عكسنا اتجاه الاسهم من واي الى اكس من رينج الاقتران الى الدومين تبعه، هل بعرف الاقتران؟ بعرف؟ لا. ليش؟ خلينا نقول هذه اي بي سي دي، اسهل عليكم الاجابه 1 2 3 4 5. هل هذا العكس بيعطيني اقتران؟ ليش؟ لانه الواحد حيكون مرتبط بعنصرين او له صورتين، يبقى عكس هذا الاقتران لا يعرف اقتران او ما بعطنيش اقتران. طيب نشوف اقتران ثاني ABCD 1 2 3 4 5، A مع الواحد، B مع الثلاثة، C مع الأربعة، D مع اثنين مثلا. طب الآن لو عكست اتجاه الأسهم بعرف الاقتران ولا لا؟ لو أخذت هذا عندي أنا زد وهنا دبليو وكان عندي اقتران أسميه جي، لو عملت اقتران أسميه جي أي حاجة الآن بنرمز لها بالرمز، أخذتها من رينج الجي إلى دومين الجي، هل بعرف الاقتران ولا لا؟ لو فكرنا فيها في الرسم حتكون هنا عندي الدبليو، مش هاخذ الدبليو كلها، هاخذ إيش؟ رينج الجي، رينج الجي اللي هاخذ مين؟ الواحد الاثنين الثلاثة والأربعة فقط، وهنا عندنا الاي البي السي الدي، الواحد حيرجع لمين؟ للاي، اثنين
هيرجع للدي. الثلاثة لا البي، والأربعة للسي. واضح إنه هذا اقتران. هذا الاقتران اللي زيه زي جي بنقول فيه له حاجة اسمها inverse function، معكوس. لما أمشي باتجاه المعاكس من الرينج إلى الدومين بعرف لي اقتران جديد. مثل هذا الاقتران له تسمية زمان كنا نسميه واحد لواحد في الإعدادية، هذا الكلام صح؟ درسوه في الإعدادية. الاقتران واحد لواحد وفيه شامل، وإذا تحقق اثنين إيش بصير؟ تناظر. اقتران تناظر، one to one onto one to one. هذا الاقتران إذا كان واحد لواحد بقدر أعرف له حاجة اسمها inverse. فالجي لما يكون له inverse حرمز له بالرمز جي ماينس ون، جي أس سالب واحد أو جي inverse تقرأ. وزي ما قلنا جي ناقص واحد لا تعني واحد على جي، لا تعني، تمام؟ هذه مجرد رمز للإنفرس. طيب قبل ما نروح على تعريف الإنفرس نبدأ نأخذ بعض خواصه ونشوف اشتقاقه وكيف نجيب المشتقة. نشوف إيش نقصد بالواحد لواحد. نكتب التعريف بنقول a function f is one to one if and only if لكل x واحد و x اثنين تنتمي الى دومين ال f. في ناس تكتب سطش ذات واحنا بنكتبها زي هيك سطش ذات بحيث برضو، و x واحد لا تساوي x اثنين we have، هذه الكومة تعني we have، او ممكن نكتبها we have fx1 لا تساوي fx2 لأي عددين أو أي قيمتين من الدومين غير متساويات لازم تكون صورهن مختلفة أو غير متساوية عشان أقول على الاقتران واحد لواحد. وبالتالي إذا كان الاقتران واحد لواحد على الدومين تبعه فهو ممكن أعرف له inverse function اللي تسافر أو تهاجر بالطريقة العكسية. طبعاً زي ما عملنا في المخطط السهمي الآن. هاي إيه؟ هاي الواحد مثلاً كان عندي اقتران F وهذا الاقتران 1 to 1. بنكتب F الـ A بتساوي واحد، أو بنقول الـ F بتأخذ الـ A لمين؟ للواحد. الآن الـ F inverse بترجع للواحد لمين؟ للاي. وبالتالي بنكتب اف انفرس للواحد بتساوي صح؟ اف انفرس للواحد هي اللي بترجع الواحد، فبده ينكتب بالصوره هذه. طبعا هذه اقتران ولا لا؟ اذا كانت الاف 1 تو 1 اكيد الاف انفرس حتكون اقتران، يبقى من حقها اعملها تمثيل هندسي جديد. اعمل مخطط سهمي احط الواحد هان واحط الاي هان واتجاه السهم في هذا الاتجاه. اوكي، هذا هو رمز الاف انفرس. طيب في العباره هذه المكتوبه في التعريف عندي حاجه اسمها المعاكس الايجابي، المعاكس الايجابي للجزئيه اللي هنا. طبعا الجزئيه اللي هنا ما لهاش دخل. هذه العباره بتقول لي اذا كان فان، مزبوط؟ اذا كانت اكس واحد واكس اثنين غير متساويات فان اف اكس واحد لا تساوي اف اكس اثنين تؤدي الى. فهذه عباره تؤدي الى عباره في حاجه اسمها المعاكس الايجابي، وقلنا B implies Q تكافئ، هذا رمز التكافؤ. ايش المعاكس الايجابي؟ نفي Q يؤدي الى نفي B، صح؟ نفي التالي يؤدي الى نفي المقدم. هذه اللي عبارة بنسميها المعاكس الايجابي. كيف بدنا ننفي هذه العبارة؟ هنا بدنا نقول هذه العبارة بتقول لكل X واحد و x2 تنتمي الى دومين f. مش حقول هذا الكلام. f f x1 تساوي f x2 x1 بتساوي x2. هذا هو المعاكس الايجابي تبع العباره اللي هنا. يعني اذا لو جبنا اي صورتين متساويات، طبعا في الرينج ما فيش صورتين متساويات، نفس النقطة بدها تكون ولا لا؟ لأنه ممنوع التكرار في المجموعات. ف
اي صورتين متساويات لازم يكون اصلهن واحد، هاي معنات المعاكس الايجابي. وبالتالي لما انا اجي اثبت او اناقش كون الاقتران واحد لواحد من عدمه، يا بشتغل بهذا الكلام يا بهذا الكلام. يعني اذا كانت اكس واحد لا تساوي اكس اثنين، بدي امشي في الخطوات جبريا لما اصل اف اكس واحد لا تساوي اف اكس اثنين، او العكس ابدا باف اكس واحد تساوي اف اكس اثنين واصل لايش؟ انه اكس واحد تساوي اكس اثنين. نشوف لنا كم مثال على هذا الكلام. طبعا اي اقتران خطي هو اقتران 1 تو 1 مؤكد، اي اقتران خطي هذه قاعده، فنطمن احنا انه هذا الاقتران اكيد حيطلع واحد لواحد. شو ذات اف اكس بتساوي 2 اكس زائد 1 از 1 تو 1. يا بدي اشتغل على التعريف يا بدي اشتغل على المعاكس الايجابي تبعه، بدنا نشوف التنتين. طبعا الطالب مش مطلوب منه يحل بالطريقتين، اللي بتلاقيها سهله لك تقدر تمشي فيها. حنمشي في التنتين الان. بدي اقول طبعا قبل ما نبدا في الحل، قبل ما نبدا في الحل بدنا نقول احنا دومين اف بيساوي ايش؟ ايش دومين الاف؟ ليش؟ اقتران كثير حدود، بولينوميال مضبوط؟ اقتران كثير حدود. شو قد ايش ضايل له يقدم؟ لسه 3 دقائق عندي. ماشي اوكي. الدومين ار، فانا الان بدي اقول ليت اكس واحد واكس اثنين تنتمي الى دومين الاف بحيث اكس واحد لا تساوي اكس اثنين. هذه قلنا بحيث مش هتلاقوها موجوده عندكم لكن بنستخدمها هنا اسهل لنا. الان انا اخذت اكس واحد لا تساوي اكس اثنين. إذا ما دام اكس واحد لا تساوي اثنين بدي أصل لهذه الصيغة. أنا بدي أنزل، يعني لو أنا السؤال مش عارف بالضبط إيش بدي أعمل، عارف أنا في الآخر بدي أصل إنه اف اكس واحد لا تساوي اف اكس اثنين، صح؟ إيش يعني؟ يعني بدي أصل لـ 2 اكس واحد زائد واحد لا تساوي 2 اكس اثنين زائد واحد. إيش يعني؟ لو شلت واحد مع واحد عملية عكسية، يعني بقدر أبدأ أبسايد داون، أبدأ من تحت لفوق وخلص. شيل واحد من واحد يعني بدي اصل 2 اكس واحد لا تساوي 2 اكس 2. يا سلام، ايش يعني اكس واحد لا تساوي؟ طب هاي هنا الفائده فيها الفرض، خلص هاي هيك انحل السؤال. ممكن اجيب من الاخر، مش بقول هات من الاخر لخص. بدنا نجيب من الاخر احنا. طيب فاحنا بنيجي بنقول كالتالي، بما ان اكس واحد لا تساوي اكس 2 بضرب الطرفين في 2، لان بدي اجيب على الصيغه تبعت الاقتران، اضرب الطرفين في 2 بصير 2 اكس 1 لا تساوي 2 اكس 2، اجمعي 1 للطرفين صارت هذه. طب ما هذه هي اف اكس 1 وهذه اف اكس 2، بدينا اكس 1 لا تساوي اكس 2 وانتهينا اف اكس 1 لا تساوي اف اكس 2، اذا اف از 1 تو 1. مش واحد يقول لي 1 ناقص 1 حط هنا يساوي 0. لا خذ بالك، هذا مش 1 ناقص 1، هذا 1 لواحد. اوكي. ماشي الحال. معلش تصوير ذكرتني هذا ان واحد ناقص واحد مش صفر. في واحد غلط شاف سياره في من السيارات بكون مكتوب عليها، من الجيبات الكبيره بكون مكتوب عليها 4 × 4، يعني هذا اوبشنز، هذا حاجه على قوه السياره. الراجل شاري سيارته جديده هيك ومبسوط فيها، حطها باب الدار ونزل يجيب غرض، نزل لقى واحد كتب له تساوي 16، مسمار مسك مسمار وفحر يساوي 16. ايش هذا؟ اخذها وامر الى الله للزلم تبع البويه، سمكرها وظبطها من اول جديد وعاود صفها باب الدار، اجى كتب له 16. رجع كمان قال امانه بالله تكتب له يساوي 16 بالبويه تبعتك وخلص ظبطها. اجى ثاني يوم لقى كتب له صح بالمسمار. بالمسمار. ليش؟ فان هذه واحد مش واحد ناقص واحد، هذا واحد ناقص واحد. هذا نروح نقول تساوي صفر. لا، فهذه واحد لواحد، وبنكتبها بالانجليزي بالكلام بنقول
1-2-1 بالصورة هذه. فلا الاختصار بنكتبها واحد لواحد. أوكي. طيب ممكن الآن نشتغل على المعاكس الإيجابي. الآن بدي أقول برضو نفس الكلام، لت إكس واحد وإكس اثنين، إكس واحد وإكس اثنين تنتمي إلى دومين F بحيث F X واحد تساوي F X اثنين. بدي أصل لمين؟ ل X واحد تساوي X اثنين. F X واحد لاثنين X واحد زائد واحد تساوي اثنين X اثنين زائد واحد. طيب نطرح واحد مع واحد، يبقى اثنين X واحد تساوي قسم على اثنين، إذن F is 1-1 صحيح؟ أوكي أوكي. للأسف ما علينا. طيب نشوف مثال ثاني، نشوف مثال ثاني. لو كانت عندي F of X تساوي مش هتيجي هنا show that discuss whether f of x اللي بتساوي x تربيع is f of x تساوي هنا 1-2-1 1-2-1 function. هل هي 1-2-1 function ولا لا؟ طيب احنا هان في التعريف تبعنا لما قال لي F is 1-1 if and only if for all X1 و X2 في الدومين، اي عددين في الدومين يتحقق عليهم التعريف، ينطبق عليهم التعريف اللي قلناه. الان هان هل هذا الاقتران واحد لواحد ولا لا؟ عشان انفي لكل، ايش نفي لكل؟ يوجد او بعض، يوجد لو على الاقل قيمة واحدة، صح؟ ممتازين ذاكرين كويس، اللي بغششكم شاطر. اوكي طيب الان انا عندي f of x بتساوي x تربيع، عشان تكون 1-1 لازم يكون لاي عددين مختلفين في r صورتهم مختلفه، لازم. لكن انا لو جبت له مثال واحد على عددين مختلفين اللي هن نفس الصوره ببطل 1-1 صح؟ for all نفيها they exist. الآن بدي أقول بما أن السالب واحد لا تساوي الواحد، صح؟ طبعا دومين F عندي أنا كل R، وهدول العددين أكيد في R ولا لا؟ ناقص واحد لا تساوي واحد، and F ناقص واحد تساوي F الواحد تساوي واحد، إذا F is not 1-1. يكفي هذا المثال، يكفي مثال عددي للنفي، للإثبات زي ما اشتغلنا قبل شوية بالرموز كله تمام. لأنه لو بالأرقام بقدر أجيب لك عدد كبير جدا من الأعداد، أجيب عدد مختلفين وصورهم مختلفة، خذ الواحد واثنين، خذ الناقص واحد، خذ يا العددين سالبين يا العددين موجبين، حيطلع عندك أكيد 1-1. لكن لما أخذ واحد سالب واحد موجب بختلفها. للنفي يكفي قيمة عددية، للإثبات بنفعش إلا غير general solution، لازم يكون حل عام. طيب الآن لو عملت شرط على هذا الاقتران، عندي F of X تساوي X تربيع بشرط أنه X أكبر أو تساوي صفر. ليش أقول أكبر تماماً؟ أكبر أو تساوي صفر. لو هذا المنحنى رسمته بالصورة هذه مزبوط ولا لا؟ لكن هذا كان عندي فالواحد والسالب واحد، سالب واحد صورتهن زي بعض مزبوط عند الواحد. طيب ما علينا، اف اكس بتساوي اكس تربيع والاكس اكبر او تساوي صفر، يعني غير سالبه، غير سالب. لو حطيت هيك بس موجب الصفر، لا موجب ولا سالب صح؟ اوكي. وبالتالي الان هذا الاقتران بدي اشوف هل هو واحد لواحد ولا لا. بدي ابدا بايش؟ خذي وضع اف اكس واحد تساوي اف اكس اثنين، حيث اكس واحد واكس اثنين مالهن
في الدومين او اقول اكبر او تساوي صفر كل واحد اف اكس واحد تساوي هذا ايش تعني اكس واحد تربيع تساوي اكس اثنين تربيع باخذ الجذر للطرفين يبقى المفروض اكس واحد تساوي زائد او ناقص اكس اثنين بقول له بط اكس واحد اكبر او تساوي الصفر واكس اثنين برضو اكبر او تساوي الصفر يبقى إشارة السالب هنا بتعمل لي مشكلة بصير ممكن تكون واحد موجب واحد سالب وهذا مش مظبوط إذن X1 تساوي X2 مباشر يبقى أنا ممكن هذه لو ما حطتهاش مباشر قلت X1 تساوي X2 بقول على طول إذن F is 1 to 1 هنا بنسميه عملية restriction استقطاع أو تجزيء جزء من الدومين عشان يكون الاقتران عليه معرف واحد لواحد يعني مثلاً عشان كلمة الاستقطاع هذه بتلزمنا لاحقا ربما في سكشن 7-6 لما اتكلم عن حاجة اسمها الاقترانات المثلثية ايش الانفيرس تبعها انا بعرف انه الساين والكوزاين محصورة بين مين ومين اللي هو ايش بنسميه هذا اللي هو من سالب واحد لواحد الرينج مزبوط الرينج للساين والكوزاين لو قلنا مثلا الساين هاي الساين صح؟ هان هل هذه واحد لواحد؟ لا لا لازم نقول احنا على حاجه اسمها الهوريزونتال لاين تيست قبل عشان نسهل عليكم الشرح يكون افضل صح؟ هذا انا لكن لو اخذت على الجزء هذا على الهوريزونتال لاين تيست هيك بتصير 1 تو 1 على هذا الجزء صح؟ نعمل استقطاع انا بس اللي اجى على بالي عمليه استقطاع الدومين جزء من الدومين بيكون الاقتران 1 تو 1 اوكي في عندنا حاجة اسمها الهوريزونتال لاين تيست بعدين نرجع لأمثلة أخرى هوريزونتال لاين تيست الهوريزونتال لاين تيست بقول اللي هو اختبار الخط الأفقي بيكون الاقتران 1 تو 1 بحكم عليه من المنحنى تبعه إذا كان رسمت أي خط أفقي ويقطع الاقتران ممكن ما يقطعوش صح؟ إذا قطع الاقتران في نقطة واحدة على الأكثر فإن الاقتران يكون 1 to 1 إذا قطعوا في أكثر من نقطة not 1 to 1 تمام؟ يعني على كلمة إنه يمكن ما يقطعوش زي هذا الاقتران هاي خط أفقي لا يقطع أنا بدارسهم هاي ما بقطعش لكن لو قطعوا على الأكثر at most على الأكثر يقطعوا مرة واحدة إذن هذا الاقتران 1 to 1 لكن لما يكون الاقتران بالصورة هاي قطعوا في نقطتين إذن not 1 to 1 تمام زيها ايش هاد y تساوي جذر x 1 to 1 ولا لا 1 to 1 او ممكن نشوف هذا الكلام جبريا طيب x تكعيب x تكعيب طيب قبل x تكعيب الجذر التكعيبي 1 to 1 ولا لا 1 to 1 صح؟ طب القيمة المطلقة؟ not 1 to 1 صح؟ بقطعها في أكثر من نقطة لو قطعها أوكي الإكس تكعيب مزبوط؟ 1 to 1 مؤكد أنها 1 to 1 أوكي فالفيرتيكال أو الهوريزونتال لاين تيست الفيرتيكال لإيش كنا نستخدمه؟ الفيرتيكال لاين تيست أيوة إنه اقتران ولا مش اقتران لو قطع في أكثر من نقطة بكون مش اقتران أوكي طيب تفضلي انت مجرد ما تشوف الاقتران دائما انا بدي اتهمه انه مش 1 تو 1 احاول اجيب مثال عددي من اول بريح راسي لكن حاولت مره ومرتين ثلاثه وما لقيتش بحاول احل جمعي كويس انا بحاول ادور على عدد يعني زي ما قلنا لما اقول مربع اي حقيقي هو عدد موجب لو فكرت للصبح
وانت في بالك انه القاعده هذه صحيحه مش هتلاقي عدد ينافي القاعده، لكن لو مر عليك قبل هيك السؤال ممكن تحفظ الاجابه ونقول الصفر مربع غير موجب، صح؟ بكف النفي. فانا دائما بتهم القاعده اللي قدامي انها ايش؟ خاطئه، انا مش 1 تو 1. بحاول الاقي مثال عددي ينفي، لقيت ما لقيتش خلص بروح على الحل الجبري. اذا وانا ماشي في الحل الجبري وقفت عند نقطه يا بلاقي لها مخرج يا ما بقعدش الف تاليف، اشيل جذر ما اشيل جذر او اشيل اس، باخذ لوغاريتم باخذ اي حاجه. مر عليكم انتم رسمه المنحنى اللوغاريتمي اللوغاريتمات كيف برتسم في توجيهي؟ في توجيهي. هل هو 1 تو 1 ولا لا؟ اللوغاريتم اللوغاريتمات رسمتها بالصوره هذه. وهو اقتران متزايد مظبوط، وبيقطع عند الواحد. جايين المحاضره الجايه ان شاء الله تقلقوش. المهم، وبالتالي انا بحاول دائما اني اتهم الاقتران اللي قدامي انه مش 1 تو 1، لكن بمثال عدد ما لقيتش بروح على الاثبات. بتذكر في قاعدة يعني من زمان بحاولوا يجيبوا قاعدة للعدد الأولي، بتذكر فكنا ندرس الطلاب على حاجة اسمها الاستنتاج الرياضي الاندكشن، إن نثبت العبارة صحيحة عندما نون تساوي واحد، نفرض أنها صحيحة عندما نون بتساوي كاف زائد واحد، بعدين نعمم بصفة عامة بسموها خلطة الابتداء والتتابع، سمعتوا فيها؟ فأعطوا قاعدة لعدد أولي، فاللي كتب القاعدة عوض فيها النون مثلا، أعطى حد نوني حد عام، إيش ما تعوض فيه بيطلع لك عدد أولي، حط نون بواحد باثنين بثلاثة ضلوا ماشي لما وصل لواحد وأربعين، بعد الواحد وأربعين بدأ يطلع أعداد مش أولي. فالواحد يقول طب جرب الخمسة، طب السبعتاش، طب الثلاثين، طب الخمسة وعشرين مثلا، هي خلاص مظبوط بنفعش. فالإثبات لازم يكون إثبات جبري، صح؟ والنفي بكفي مثال عددي، بكفي مثال عددي. وبالتالي احنا مش دائما تغشنا التعويضات انه خلص، لا، لازم يكون اثبات جبري، والاثبات هذا زي ما بقولوا ما يخرش الميه، مزبوط؟ ما يكونش فيه تاليف. الفيرتيكال لاين تيست، الساين، نرجع للساين على الفيرتيكال لاين تيست. طبعا الساين احنا عارفين انه الدومين كل ار والرينج من سالب واحد لواحد، مظبوط؟ طيب الان واضح لو عملت فيرتيكال لاين تيست هيقطعها في عدد لا نهائي من النقط، مش نقطتين بس، نقطتين على الاقل، وبالتالي هي ليست 1 تو 1، الساين مش 1 تو 1، كذلك الكوزاين والتان والكوتان، كل الاقترانات اللي احنا رسمناهن قبل هيك لما ارسم خط افقي بيقطعهن في اكثر من نقطه، لانها كلها اقترانات دوريه تتكرر، مظبوط؟ بعد دوره معينه. لكن لو استقطعنا جزء من الدومين، يعني مثلا هنا اخذت، في ناس تستقطع هنا من سالب باي على 2 لباي على 2، لانه ساين الباي على 2 بواحد، مزبوط ولا لا؟ اخذتها من باي على 2 او من سالب باي على 2 لعند الباي على 2، على هذا الدومين بيكون هي 1 تو 1 ولا لا؟ اكيد بتكون 1 تو 1. الكوزاين تبدا من هنا هيك، صح؟ بتطلع وبتنزل، وهنا بتطلع وبتنزل. فهنا لو اخذناها من صفر لباي، من صفر لباي، طبعا الباي الكوزاين تبعتها سالب واحد، صح؟ فعلى هذا الجزء من صفر لباي بتكون 1 تو 1، بعد هيك مجرد ما تبدا تطلع خلص صار في خط افقي يقطعها في نقطتين، بتبطل 1 تو 1. فهذا الكلام جينا لاحقا في شابتر في سكشن 7-6 ان شاء الله. الريستريكشن يعني ممكن اعمل استقطاع وبقول لك هل هذا الاقتران 1 تو 1 على الدومين تبعه ولا لا. طب هي معطينا هنا مثال بقول ديتيرمين ويذر ايتش اوف ذا فولوينج فانكشنز از 1 تو 1 اند ويتش از نوت. اوكي، معطيني اقتران مثلا اف اوف اكس تساوي جذر اكس، هل هذا الاقتران 1 تو 1 ولا لا؟ احنا عملنا الرسمه قبل شوي ولقيناه بيانيا 1 تو 1، بدنا نثبت جبريا برضه. هذه فكره على رد على سؤالك، انت لو رسمت الاقتران مش عارف ترسميه، في عندنا تطبيقات على الجوال جرافر، جرافر او جرافر،
ارسم الاقتران وطلع شكله، اذا لقيتيه على الهوريزنتال لاين تيست انه 1 تو 1 ممكن نثبته جبريا. غير هيك بتشوفي لو لقيت انه في يعني بعض الاقترانات التكعبي بتلاقي هيك بكون ماشي نتف صغير وبعود بنزل، هذا النتف لازم دور عليها لانه هون حيرفع، غير بعد هيك عمرك ما تلاقيها هذه، صح؟ غير من الرسم بتقول هاي الرقم هذا بنفي لك كونها 1 تو 1. اف اوف اكس يساوي جذر اكس، بدنا نشتغل على ايش؟ على الـ على الكونترا بوزيتيف، على المعاكس الايجابي بكون اسهل لي انا. بدي اخذ اكس واحد، طبعا ايش دومين اف؟ من صفر لما لا نهايه، طبعا كله بده يكون اكبر او تساوي الصفر. بنقول له خذ اكس واحد واكس اثنين تنتمي الى دومين الاف. سطش ذات اف اكس واحد تساوي اف اكس اثنين. اذا جذر اكس واحد تساوي جذر اكس اثنين. اذا بالتربيع اكس واحد تساوي اكس اثنين، اذا الاف از 1 تو 1، صح؟ طيب بس بكل بساطة. طبعا مش كله هيك بهالسهولة هذه، احنا جربنا قلنا لو كانت اكس تربيع، اكس واحد تربيع تساوي اكس اثنين تربيع، خذ الجذر حتصير اكس واحد تساوي زائد او ناقص اكس اثنين، الا اذا عملنا شرط على الدومين او استقطاع، صح؟ وقلنا لازم يكون التنتين موجبات. طيب مثال ثاني قال لي خذ اف اوف اكس تساوي ساين اكس، هل هذه 1 تو 1 ولا لا؟ بكفي اخذ عددين مختلفين والساين الهن متساوي. زي ايش؟ هات اي جيب الزاوية تساوي جيب المكملة، مظبوط ولا لا؟ أما جيب الزاوية يساوي جتا المتممة، صح؟ الساين بيساوي، أنا بديش ساين وكوساين، بدي ساين مع ساين. أخذ الثلاثين والمية وخمسين مثلا، بدي أقول له أنا بما أن طبعا هنا دومين أف هو كل آر، صح؟ الآن أخذ الثلاثين اللي هي إيش؟ باي على ستة. طب ليش نقول هيك؟ ما نقول بالستين وخلص لكم بدل ما نلف. ممكن نقول احنا بما ان الزاويه 30 يا ستي، بما ان ساين ال 30 درجه بيساوي ساين ال 150 درجه يساوي نص، مش ساين ال 30 نص، بينما ال 30 لا تساوي ال 150، خلصت. اذا هي مش 1 تو 1، not 1 to 1، مظبوط ولا لا؟ مثال عددي واحد بكفي. عيد ثاني. and بشوف هيك على الجوال، مش عارف كيف بكون اشاره هيك زي الان، حاجه زي هيك، حاجه زي هيك، مش هيك في اشاره زي هيك and نعملها and، هذه حطيها فاصله مش مشكله. طبعا بالباي بنقول باي على 6 وال60 باي على 3، ما هي 180، ما هي 180 الباي، صح؟ طيب هذه قديش بدها تكون؟ إذا هذه باي على 6 ال 180 قديش؟ مش باي؟ باي باي 1 باي شيلوا منه سدس ضل 5 أسداس، 5 باي على 6 يعني. فإحنا كتبت لكم هيك للتسهيل، ليش أقعد أحول؟ فممكن إحنا لأنه إحنا دائما نستخدم التقدير الدائري، باي على 6 تساوي ساين 5 باي على 6 والباي على 6 وال5 باي 6 غير متساويات، اذا الاقتران از نوت 1 تو 1. لان اشتغلت على الدومين كله، اشتغلت على كل الدومين. طيب طبعا انا لو اخذت الان بدي اعمل استقطاع للدومين، نعمل استقطاع للدومين. لو اخذت في الربعين الاول والثاني ما عملناش حاجه، لانه الزاويه ومكملتها في الربعين الاول والثاني من 0 ل 180، صح؟ لكن انا لو اخذتها وين ايش اعمل استقطاع؟ لو اخذت الربع الاول لحاله بكفي ولا بكفيش؟ طب الربع مين كمان؟ مين اللي قالت الرابع؟ احسنتي، صح؟ انا عامل لكم اياها الحين، مش عملت الرسمه وقلت لكم من سالب باي على 2 لباي على 2، مظبوط ولا لا؟ هي من الاول والرابع، ما هي سالب باي على 2 نيجي هنا عشان نشوف، هاي انا بدي اورجيك، انا جاي اورجيك، عشان الصفر وهنا باي على 2، هذا الاتجاه الايش؟
الموجب عكس عقارب الساعة. وهنا باي وهنا 3 باي على 2 وهنا 2 باي. لو مشيت في الاتجاه السالب هتكون هذه سالب باي على 2 وهنا سالب باي وهنا سالب 3 باي على 2 سالب 2 باي. هي هي. فأنا الآن ما بين السالب باي على 2 لباي على 2 يعني في الربع الأول والرابع، صح؟ في الربع الأول والرابع مش هيكون زي بعض، مش هيكون متساويات. أخذ أي زاويتين، واحد في الربع الأول واحد في الربع الرابع وتشوفي لي إياها بتساون ولا بتساون ليش؟ أكيد بتساون ليش، صح؟ مستحيل يتساون، مستحيل زاوية في الربع الأول مع زاوية في الربع الأخير. ليش؟ ليش؟ الآن الزاوية في الربع الأول إيش أقول لك؟ لو أخذت أنا كانت إكس، طيب ساين إكس والإكس هنا بده يكون موجب لما تكون الإكس إيش؟ إكس تنتمي إلى صفر وباي على اثنين، صح؟ لكن لو أخذت ساين إكس أقل من صفر، لو كانت إكس أقل أو تساوي صفر، إكس تنتمي إلى سالب باي على اثنين والصفر، صح؟ الساين في الربع الرابع سالب بينما في الربع الأول موجب، يبقى أي مستحيل تكون هذا زي هذا إلا الصفر، والصفر بديش إياه أنا، بديش صفر، ما أنا بدي أخذ يهد يهد. أنا هاخذ لو أخذت فترة كاملة في الحالتين هنا هاخذ من سالب باي على 2 لباي على 2، فالصفر نقطة واحدة مش نقطتين، مظبوط ولا لا؟ فلو اخترت أي واحدة، إذا كانت في الربع واحدة في الربع الرابع أو واحدة في الربع الرابع واحدة في الربع الأول حتطلع الإشارتين مختلفات، إذا هن مش متساويين، مظبوط ولا لا؟ لكن لو طلعن تنتين في نفس الربع موجب مش متساويات في نفس الربع، التنتين حادتين في زاويتين مختلفتين إلهن نفس الساين. طيب أوكي، طب جبريا لو بدي أشتغل على الساين، جبريا لو بدي أشتغل على الساين كيف بدي أحلها؟ قصتها قصة هذه. آه أنا بحاول بشرح لكم الكلام هذا عشان أشرد عن الحل الجبري. أنا أقول لك كيف الحل الجبري. قبل ما أروح على الحل الجبري، إحنا خلصنا الهوريزونتال لاين تيست، إحنا عودتنا هيك عوقتنا شوية. أوكي طيب خليكم معي بس هالمعلومة الصغيرة. If f of x is إيش هذه؟ or decreasing on إذا كان الاقتران increasing أو decreasing، مش التنتين not both، إذا كان متزايد فقط أو متناقص فقط فهو one to one، مؤكد هذا الكلام، تمام؟ if f of x is increasing or decreasing on its domain not both then f is one to one. وهذا الكلام سؤال ومطلوب منكم حله، هذا الكلام بده إثبات وموجود عندكم سؤال 7 في التمارين، كويس؟ يعني بديش أثبت. وطبيعي بالمنطق لما يكون الاقتران متزايد على المجال تبعه على اختبار الأفق هيطلع أكيد one to one مؤكد. إيش يعني increasing؟ فاهم فاهم. ما نعرف بالترجمة، هذه الترجمة. إيش يعني، إيش تعريف لما أقول متى يقال أن الاقتران متزايد؟ كل ما كبرت f x 2 أكبر من f x 1 whenever x 2 أكبر من x 1، هاي ضروري. كل ما كبرت x تكبر y، يعني كل ما كبرت x تكبر ال f of x،
فلو كانت اكس واحد اكبر من اكس اثنين فاف اكس واحد اكبر من اف اكس اثنين، او العكس، او كل ما زغرت اكس بتصغر واي، هي هي بنقول عنها increasing. decreasing كل ما بتكبر اكس تصغر واي، تصغر واي. يعني هان هاي اكس واحد هاي اكس اثنين، قيمة الاقتران عند اكس واحد وهاي هذه اف اكس اثنين وهذه اف اكس واحد. اكس واحد اصغر من اكس اثنين يؤدي الى اف اكس واحد اصغر من اف اكس اثنين، بقول عنه الاقتران هذا ايش؟ متزايد. ولو كانت اكبر وهنا اكبر نفس الاشاره يبقى متزايد، لو اختلفن بصير decreasing. واضح انه هان لما اقول اكس واحد اصغر من اكس اثنين تماما، فهذا مؤكد انه اكس واحد لا تساوي اكس اثنين، صح؟ الان محل كل السؤال. فاحنا دائما لما اجي اثبت انه 1 تو 1 مش ببدا يا اف اكس واحد تساوي اف اكس اثنين او لا تساوي اكس واحد لا تساوي اكس اثنين، فانا لو بديت لو اخذت اكس واحد لا تساوي اكس اثنين بدي اصل لايش؟ اف اكس واحد لا تساوي اف اكس اثنين. طب لما تكون اكس واحد لا تساوي اكس اثنين ايش الاحتمالات اللي عندي؟ عددين مختلفين، ايش وضع هن؟ لازم يكون واحد اكبر من الثاني، واحد على يمين الثاني على خط الاعداد مؤكد، لازم يكون واحد على يمين واحد على الشمال. فانا باجي بقول افتراض التنتين مجهولات، انا يعني مش بحابي عدد على حساب عدد ثاني، صح؟ عددين مجهولين، فبقول بفرض انه اكس واحد اصغر من اكس اثنين، بفرض انه اكس واحد تساوي اكس اثنين. طبعا ممكن ايش ضايل ثلاث ساعات العصر؟ اوكي، اكس واحد تساوي اكس اثنين يبقى احيانا بنقولها ما علينا ما علينا، بيقولونها بالانجليزي without loss of generality، يعني بدون فقد شيء في التعميم، يعني بحكي بصفه عامه، انا بحكي بصفه عامه اكس واحد تساوي اكس اثنين يبقى يا اكس واحد اصغر من اكس اثنين يا اكس اثنين اصغر من اكس واحد لتكون واحده فيهن، تمام؟ واللي يقال عن اكس واحد اصغر من اكس اثنين يقال لو كانت اكس اثنين اصغر من اكس واحد، يبقى بنحكي احنا بصفه عامه. الان اكس واحد لا تساوي اكس واحد لا تساوي اكس اثنين يبقى يا هاد او هاد، سبوز لت او سبوز اكس واحد اصغر من اكس اثنين. الان ايش بدي انا؟ ايش بدي في الساين؟ هان حتكون عندي اف اكس واحد اصغر من اف اكس اثنين، صح؟ لانه انا هو قال لي اصلا الاقتران متزايد، صح؟ اكس اثنين اكبر يبقى الاقتران اكبر، ما دام هذه اكبر من هاد يبقى اكيد اف اكس واحد لا تساوي اف اكس اثنين، يبقى هي اكيد 1 تو 1، صح؟ هذه تمهيد بس عشان نفتح لكم شويه لحل السؤال، سواء كان متزايد او متناقص. فاذا كان الاقتران متزايد دائما او متناقص دائما فهو 1 تو 1 اوتوماتيك، قاعده وحتلاقوها مكتوبه عندكم، تمام؟ اذا مش مكتوبه بنضيفها. طيب هذا الكلام هو اللي بده يوديني لمين؟ لا الساين، الاجابه على الساين. الساين قلنا الساين اقتران دوري، عملنا استقطاع وبدنا نثبت عليه انه 1 تو 1، اخذناها من وين لوين؟ من سالب باي على 2 لباي على 2. لو كانت عندي اف اوف اكس تساوي ساين اكس حيث اكس تنتمي الى سالب باي على 2 وباي على 2، تمام؟ بدي اثبت انها 1 تو 1 على هذا الدومين، حلو الكلام؟ طيب لو جبت اف شرطه اكس ايش بدها تساوي؟ كوزاين اكس. اكس حتكون وين؟ الاوبن انترفال، مظبوط؟ باي على 2. طيب ابحثوا لي اشاره المشتقه، ابحثوا اشاره المشتقه على هذه الفتره، اي هنا انا عندي من ناقص باي على 2 لباي على 2 مفتوحه تتوسطن الصفر، صح؟ ابحثوا اشاره الكوساين. طب هذه ايش يعني؟ الربع الاول والربع الرابع، ايش اشاره الكوساين في الربعين هذول؟ موجبة في الأول وفي الرابع، موجب. إذا المشتقة موجبة إذا الاقتران ماله متزايد، إذا هذا الاقتران أنا استخدمت اختبار المشتقة الأولى في الحكم على الاقتران مش على المشتقة، على الاقتران. إذا مشتقة الاقتران موجبة دائما إذا الاقتران متزايد،
على هذه الفترة، وما دام متزايد يبقى هو 1 تو 1 حسب السؤال اللي بدنا نثبته. تمام، هيك بتكون الساين 1 تو 1 على هذا الدومين. طبعا لو واحد اجى تفلسف واخذ على كل ا من 0 الى 2 باي زي ما عملنا، خذ ال 30 وال 150 مثال عددي خلص يسقط فيه هذا، مزبوط؟ اوكي، هذا بالنسبه للساين وللكوزاين. بكفيك على الاثباتات ناخذ المشتقه. معلش نتحمل شويه، ضروري يعني المحاضره هيك نكون خلصنا السكشن الاول عشان نمشي مع الطلاب بدناش نتاخر عنهم. اوكي، طيب كيف بدي اجيب مشتقه الان؟ انا زي ما قلنا لو كان عندي اف از 1 تو 1 هذا امبلايز انه في حاجه اسمها، او بقدر اقول هنا اف هاز ان انفرس فانكشن، مزبوط ولا لا؟ اتفقنا على هيك ولا لا؟ انه اذا كانت 1 تو 1 فهيكون لها انفرس. هذا الانفرس معرف من وين؟ هاز ان انفرس هوز دومين از، واحنا عارفين شو هذا الرمز، رينج اف. اف هاز ان انفرس فانكشن والتي مجالها اند اتس رينج از دومين الاف. ايش رمزها الانفرس تبعت الاف؟ this function is denoted by f inverse. يبقى لو كانت f function من x الى domain الى range ال f، معلش، او نقول من x الى y، f inverse هتكون معرف من وين؟ من رينج ال F إلى X، صح؟ مزبوط؟ من رينج ال F اللي هي جزء من Y إلى X، ال X هي مين؟ دومين ال F، صح؟ اللي هي هتكون رينج ال F إنفرس. طيب الآن لو كان عندي F is 1 to 1 and F الـ A بتساوي B، F الـ F 1 to 1 و F الـ A بتساوي B، يبقى F inverse عمين بتشتغل الـ F inverse؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. محاضرتك كيف تخلص؟ هل قديش أنتم محاضرة؟ عندكم محاضرة هان؟ لا لا، انتهى محاضرتك؟ بقت هان، احنا عشان بس التصوير شوي. لا محاضرتك 12:30، فانا مش شايفه هان. يعني المفروض هان؟ في حد في اجى بنات هان شيء؟ خلص. في مش اشكالية بدك تضل بس عشان. خلص دقيقة واحد، دقيقة واحد ان شاء الله. ان شاء الله. ممتاز. المفروض انه اف انفرس تيجي تشتغل من الرينج على على للدومين، صح؟ عمليه عكسيه، يبقى هي مجالها بتشتغل هنا وبتودي هنا، عمليه عكسيه، صح؟ بترجع البي لمين؟ للايه؟ انا عشان مستمعين دوشه حاسين انه القاعات على حسابنا زي ما بدنا. فاف انفرس للبي بتساوي الاي. تمام؟ خلص بكفي، ما فيش داعي ناخذ المشتقه، مش هنقدر، مش هنقدر. الله يعافيكم.